فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في بعض البلدان بنيت المساجد على أسس بعض الكنائس وقد تكون منحرفة عن القبلة يسيرا، فهل الصلاة فيها صحيحة؟ نعم، إذا بنيت على محل الكنائس صارت مساجد ما يخالف، بل لو صلى في الكنيسة لا بأس بذلك، لو صلى في الكنيسة وهي ما غيرت لا بأس بذلك، يجوز هذا. نعم. ثم يقول حفظك الله: وأحيانا إذا صلى في هذه الكنائس يقوم الإمام بالانحراف يسيرا للقبلة دون المأمومين، فما حكم هذا الفعل؟ الانحراف اليسير ما يضر، والتكلف لا يجوز، لا تكلفون، الحمد لله، الله وسع عليكم. نعم.